تعالوا النهاردة نعمل بيتزا. بيتزا بقى يا باشا ايه، ما تعديش العشرة جنيه حرفيا، 10 جنيه ده ما تعديش السبعة جنيه كمان، اذا كانت كمان 5 جنيه. ندخل بقى يا زميلي في المكونات على طول. هتجيب فطيرة مشلتتة عادي جدا 3 جنيه من اي حتة. تقول لي يا زميلي بقى بتتباع عندنا ب 20 جنيه مش عارف، هو دي حجر عليك يا زميلي، 3 جنيه في اي حتة حرفيا في الكون كله. هتقوم بقى يا صاحبي جايبها ومقطع القلب بتاعها، يعني مفرفك كده القلب بتاعها كده يا زميلي. النهارده بقى هنعمل بقى بيتزا بقى، نبقى ناس فرنسويين بقى كده، نفطر البيتزا بقى كده مع الباستا. يا الله يا الله كده يا زميلي قطعنا القلب بتاعها كده عادي خالص، مش هنسيبه بقى على جنب، هنسيبه برده هنا عادي جدا. وتوم يا صاحبي جايب ايه بقى، جايب بضايه، البضايه دي في اي حته بجنيه تقريبا، اذا ما كانتش مثلا بجنيه ونص حاجه زي كده يعني، موجوده اهي والله عندك بيت في البيت اديك ريحت يعني. وتقوم بقى يا زميلي ايه يا زميلي بقى طشش البيضه كده فوق البيتزيايه اللي احنا نعملها، يوال 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 يوال، وتقلب كده البيضه بقى على الايه الخليط اللي انت عامله اللي انت قعدت تقطعه ده. يعني انا حاسس ان انا هبوظ الدنيا، دي بوادر واحد هيبوظ الدنيا. باريس باريس عيني عطشانة وعايزة تشوف. اظن ان انا كده خلصت بقى شكله عامل كده عادي خالص. بص يا زميلي بقى اللي جاي دي مهمة جدا جدا، افتح التلاجة اي خضار قدامك هتحطه، عندك قوطة خدها، عندك فلفل خده، تمام تمام. انا هعتبر ان انت عندك القوطة والفلفل، فلفل حامي بقى عايزه حراق، فلفل بقى رومي عايزه بارد براحتك، انا هعتبر ان انت عندك. هتقولي مش عندك، روح عند اي راجل بيبيع قوطة قول له هات قطايه وهات فلفلايه، اديله يا باشا جنيه كده كمان كتير يا عم 2 جنيه. انا لقيت قوطه عندي قطعتها بالشكل ده حتت صغيره كده، بص تقطيع كلابي كده عشوائي يعني. بص حطها بقى، بص يعني وزعها بقى كده على تقريبا قطعتها كبير بس ما علينا يعني، يا كده في الفرن ايه هتاخد وضعها يعني. هتقوم بقى موزعها كده يا زميلي على البيتزيايه بتاعتنا دي، كمان مش قطايه واحده يعني، دي نص قطايه كمان، تمام. فلفل هتجيب الفلفل بتاعك نفس الكلام، هتقوم رشه بقى كده من فوق. لا بيتزا يا باشا بيتزا بقى وشغل متازي بقى وحوارات بقى وي وي، تمام. بدأ شكلها بدأت تاخد شكل البيتزا، تمام. لقيت برضو عندي شوية زيتون قطعته، ما لقيتش عندي زيتون اللي هو متقطع ده، فجبت زيتونة عادي وقطعتها بسكينة برضو. هتقوم نازل برضو كده عليها يا زميلي حبة صغيرين يعني، مش لاني مش بحب الحاجة الحادقة يعني. لحد هنا والبيتزا بتاعتنا اكتملت خلاص. ولكن لو انت بقى عندك بقى العيشة مرتاحة بقى ووارث بقى يا زميلي، ولا سارق مثلا حد بقى، ولا واكل مال يتيم حد يعني، تقوم جايب لك يا باشا الكيس ده بقى. الكيس ده ليه الكاميرا بتبوظ الدنيا انا مش فاهم. هتجيب بقى يا زميلي الكيس ده بقى يا زميلي، الكيس ده ب 10 جنيه جبنه موتزاريلا. تشوف بقى يا باشا الجمال والطعامه بقى بعينك بقى، عايزين نهب على وش الدنيا. الكيس ده ب 10 جنيه هيكفيك يعني كذا مره، وهتنفعنا برده لان احنا هنعمل حاجات كتيره جدا. هنعمل جبنه بقى بالمكرونه والكلام ده يعني، مكرونه بالجبنه ولا جبنه بالمكرونه اي حاجه مولتين واحد. هتقوم واخد بقى كده حبه حلوين كده يعني، ترشهم بقى كده فوق البيتزا. انا حاسس نفسي فرنساوي قوي. عايز اقول لك ان انا نسيت اهم حاجه حرفيا، بعد ما احط البيض تنساش انت بقى الكلام ده، بعد ما تحط البيض حط شويه فلفل عادي خالص، شويه فلفل صغيرين يعني وشويه ملح، فانا احطهم دلوقتي بس انت المفروض تحطهم بعد البيض. فاحنا عندنا الملح في البتاعه الصغيره بتاعه الملح دي يعني، يعني هي عادي دي بتاعه ملح دي معروفه، ولكن يعني حبه صغيرين كده يا باشا خالص من الملح، مش عايزها برده تكون مملحه يعني. المفروض ان الناس بتقول بتحطها علشان زفاره البيض يعني. تجيب بقى النوتيلا اللي هي مش نوتيلا يعني، هي اسمها ميكس تيلا، هتفتحه بقى عشان ايه هاكل بقى نوتيلا بقى وكده بقى. تلاقي مامتك حاطه فيها فلفل عادي خالص مفيش اي مشكله. تقوم رشش لك برده ايه حبه كده برده فلفل من فوق. ده بقى شكلها يا زميلي، هتحطها بقى في الفرن وتشغل كده عليها كده الشوايه كده عشان الجبنه الموتزاريلا بقى تسيح والكلام ده، ونرجع لكم ونشوف العظمه دي اتعمل فيها ايه. يا جمال وعلى البتازي، هو جامع بيتزا ايه، بتازي ولا بيتزيات ولا ايه بالظبط مش عارف والله. طيب ده الشكل اللي طلع لنا، بيتزا فاخره جدا جدا. عايزين نقطعها بقى كده ونشوف. كم انت عظيم يا كريم، كم انت عظيم يا كريم. شاهد يا صديقي، شاهد البيتزا يا صديقي. عايزين ندوق بقى، بسم الله. ابغى افتح محل بيتزا في باريس هالحين، افتح محل بيتزا في افخم حته فيك يا باريس. طعمها جامد جدا جدا. الناس اللي كانت بتسالني عن حاجه حادقه، بيتزا باقل التكاليف حرفيا بكل حاجه عندك، انا مش عارف اقول ايه بصراحه والله. طيب بقى اللايك وشير في كل حته عشان عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه. وروح على الانستجرام بنقدم عظمه هناك، وعلى اليوتيوب برضو بس اهم حاجه الانستجرام يعني. وكالعاده ديوس يا كوتش، السلام عليكم.